السلام عليكم. بعد ما خلصنا شرح لغة السي مبادئها وأساسياتها، تعرفنا على عدة مواضيع. أهمها هي تعرفنا على الاستراكشر، تعرفنا على الأري والفانكشن واللوب والإف ستيتمنت، تعرفنا على السويتش، وتعرفنا على كيف عميل تدخل عن طريق سكان اف وهي جمل الطباعة. طبعا اليوم راح نعمل برنامج أو مشروع تطبيقي على الكلام اللي أخذناه في الدورة السابقة. إذا كنت أنت لسه مبتدئ، يعني ما بتعرفش يعني عن لغة السي حاجة، فأنت بإمكانك أنك تروح على الدورة اللي هي دورة السي الموجودة في قناتنا وتفرج وافهم هي المبادئ والأساسيات عشان تكمل معنا هنا إيش في المشروع. طبعا البروجكت هنا راح يحكي عن نظام البنك مانجمنت سيستم، اللي هو نظام إدارة البنك. تمام. طيب طبعا احنا راح نحكي ان البرنامج راح يتكون من قائمة رئيسية او مفتح البرنامج بقول لك هنا the program must have a menu showing، يعني اول ما يفتح البرنامج راح تفتح ايش تظهر له واجهة. هاي الواجهة هي اللي راح تظهر لايش للمستخدم اللي راح يكون يتعامل مع النظام. طيب هلا، طيب هذه الواجهة فيها شايفين انتم فيها ايش، فيها رقم 1، رقم 2، رقم 3. طبعا هذه الاولى لادمن بانل، اللي هي لوحه الادمن. هذه لوحه الادمن ما بفوتهاش هو الا المسؤول. طيب لوحه الادمن ايش هي بتحكي؟ بتقول لك انه هي لازم لوحه الادمن عشان تقدر تفوتها لازم يكون لها ايش، يوزر نيم ولا باسورد. طيب اذا كنت دخلت اليوزر نيم والباسورد غلط، فهو يقول لك انت ايش دخلت اليوزر نيم والباسورد غير صحيحات. تمام. اذا بدك تعيد مره ثانيه تدخلهم ادعس يس. طبعا هذا كله ايش راح نعرفه في عند لما نبرمج اللي هي الاجزاء هاي. طيب اذا دخلهم صح راح يقوم ب اظهار رساله ترحيبيه، وراح يظهر له هي ايش اللي هي المنيو بتاعت البانل. طبعا المنيو بتاعت البانل راح يكون فيها اد يوزر، وفيها ديليت يوزر، وفيها سيرش يوزر باي اي دي. طبعا اي نظام في الدنيا لازم يكون في له ايش، اد يوزر اللي هو اضافه مستخدم. تمام. هذا المستخدم هو عبارة عن الزبون أو عبارة عن موظفين. تمام. حسب طبيعة النظام. طيب الأد يوزر إيش وظيفته، إيش اللي يعني لو دعست رقم 1 إيش هو راح يظهر لك. طيب الأد يوزر اللي هو هيكون في عملية إدخال. تمام. هي بيقول لك إن الأدمن بيختار اللي هو الأد يوزر، فهو راح يعمل إيش، إضافة مستخدم جديد. طيب طبعا لأي مستخدم له بيانات، البيانات ايش هي؟ حيكون له اي دي، وحيكون له نيم، وحيكون له جندر، وحيكون له ايش؟ ديت بيرث داي. تمام؟ طيب هذه بالنسبة لبيانات اليوزر. طبعا في له بيانات ثانية، قلت احنا نحكي عن اضافة يوزر، يعني انت قلت اول ما تيجي مثلا تسجل في بنك، قلت له ايش راح يعمل لك؟ حياخد لك البيانات اللي هي اسم رقم هويتك واسمك وتاريخ ميلادك والاشياء هاي. طيب بعد ما يسجلك هو هيفتح لك بنك، راح يفتح لك حساب جديد. تمام. احنا لقيت احنا ايش راح ناخد، الادمن راح ياخد اللي هي ايش، بيانات اليوزر. طيب ايش هي؟ حيقول له مثلا انت اي دي، انت يوزر نيم، انت جندر، انت يوزر اللي هي عندك نوع العمله، اللي عفوا اللي هي تاريخ الميلاد، وحيقول لك ايش، تم تسجيل بنجاح. طيب بقول لك بدك تدخل كمان مرة، بتدعس يس، بتكاش، تحط نو. تمام. هي هذه دالة اليوزر. طبعا اليوزر احنا نتعامل معاه، ممكن نتعامل معه عن اري او نتعامل معه للستركشر، لكن الستركشر حيكون اري لانه احنا حنضيف مجموعة من المستخدمين. طيب عندك الديليت يوزر، طبعا احنا حيقول له احذف لي اليوزر صاحب الاي دي هذا. طبعا الاي دي راح يكون يونيك. ايش هو اليونيك؟ يعني ما فيش اي دي بتشبه مع اي دي تاني، يعني ما ينفعش انا اسجل مثلا محمد واحمد بنفس الاي دي، هذا شيء غلط. طبعا احنا راح نعرفه، راح نعمل له اللي هي انه لو مثلا المستخدم دخل اي دي متشابه يقول له لا هذا الاي دي موجود. طيب اذا دخل اذا مش موجود الاي دي هذا، حيقول له زلت اتعذر انه سوري يوزر نوت افاوند، يعني اليوزر ايش مش موجود. طيب حيقول له انت يوزر من اول وجديد. اذا دخله فحيقول له ايش، يوزر ديليت، يعني تم حذفه. ولو رجعت تعمل سيرش مش حيظهر اي بيانات. طيب السيرش فور يوزر باي اي دي، هو هيعمل بحث عن طريق الاي دي. طبعا حكينا الاي دي بيكون يونيك. طيب اذا دخله غلط حيقول له رساله انه انت دخلت اليوزر غلط. طيب عندي اقول له انت يوزر اي دي، اذا دخله صح راح يظهر له البيانات، حيظهر له الاي دي تبعه،
رقمه، حيظهر له الاسم، حيظهر له الجندر تبعه، وحيظهر له الاكونت. اذا ما كانش هو عامل حساب بس مسجل بيانات الاي دي والنيم والجندر والبيرث داي، بس حيظهر له هدول، اما الاكونت مش حيظهر له الا لما يعمل ايش، فتح حساب جديد. طيب في عندك كريتين منيو، اللي هو اذا بده شيء مثلا خلص من دالة الادمن بيقدر يرجع لايش، للقائمة الرئيسية. كيف حيرجع؟ طبعا في دالة بسيطة اللي هو استدعاء الدالة. طيب خلصنا هاي من المين منيو، عرفنا ايش المين منيو اللي هي الادمن بانيل، ايش هي بتعمل، ايش وظائفها، اللي هي لها وظائف الادمن، الاد يوزر، ديليت يوزر، سيرش باي يوزر، سيرش اليوزر باي اي دي. في عندك اللوحة الثانية اللي هي ستيف بانيل، اللي هي لوحة الموظفين. طيب اجت لوحة الموظفين ايش حتحتوي؟ لوحة الموظفين اللي هي حتكون اللي هي بتخص بس بالموظفين اللي هي لهم حسابات او لهم اد يوزر، اللي احنا ضفنا لهم اد يوزر. طيب اول شيء مثلا انا عملت حساب، بقدر اعمل كرييت نيو بانك اكاونت، انشئ حساب جديد، بقدر اعمل كاش ديبوزيت اللي هي اعمل ايداع، يعني احط فلوس في حسابي. ممكن اعمل ايش، كاش ويزداو اللي اعمل ايش، سحب. تمام، في عندك هذا الاكزيت اللي يطلع من النظام. طيب اقول لك كرييت، انت كيف ايش حتعمل؟ هنا بقول لك انه لازم تعمل، انت تختار سيلكت كرييت اكونت عشان تقدر تفوت على هاي الواجهة وتعمل تضيف البيانات. طيب حيقول له انتر يوزر اي دي، طبعا هو حيكون انشاء حساب عن طريق الاي دي، حيدخل اي دي، اذا كان الاي دي صحيح راح يقول له ايش، تم يعني الاي دي موجود وبتقدر تستكمل، هي استكمال البيانات. حيقول له ادخل رقم حسابك، انت حتدخل مثلا رقم حساب، حتقول له انت المبلغ اللي انت راح تحطه، انت ايش حتتعامل، المبلغ انت حطيته ايش نوع، هل هو دولار ولا دينار ولا يورو ولا شيكل. تمام، اذا خلصت البيانات هاي راح يقول لك ايش، انه تم انشاء لك حساب، واذا بدك تضيف مثلا حساب جديد حساب ثاني ضيف. طيب عندك الكاش ديبوزيت اللي هي عملية الايداع، اذا دخلت مثلا رقم 2 في اللي هي الستيب بانيل، فانت راح يقول لك ادخل الاي دي. طبعا احنا شايفين انه كله بيتعامل مع الاي دي، لانه هو اللي بيختلف عن باقي المستخدمين. في عندنا هنا الاي دي، حيظهر له طبعا البيانات اللي هي حيظهر له الاي دي، وحيظهر له النيم، وحيظهر له الجندر، وحيظهر له الباك اكاونت، الاكاونت حيظهر له الاكاونت امويد اللي هي الفلوس اللي هو المعنى. طيب هقول له انت the value that you want to deposit. تمام، ادخل اللي هي القيمة او المبلغ اللي انت بدك تريد ايداعه، مثلا قال له 400، هيقول له مثلا رسالة انه الاموين ديزبوت سكسسفول فول، هو سامي احمد، هو اكاونت من بابل وصاحب حساب 1256 and account amount حسابك صافي $800. اذا بدك تضيف كمان مثلا بدك تضيف كمان فلوس تبيعهم 3 سلسيس، بدكش تحط نو. طيب عندك الكاش والتداول، هي عملية السحب، انت بتدرس مثلا بتدخله انت يوزر اي دي، بتقول مثلا اذا كان غلط تقول له سوري، مثلا اذا عندك بدك تدخل يوزر تاني مثلا تذكرت ان اليوزر تبعك مش هذا، فانت حتقول له ايش اي دي اللي هي عندك، حتظهر له البيانات. طيب حيقول له انت ذا فاليو اللي هي اللي انت بدك تعمل عملية سحب المصاري، حيقول مثلا بدي اسحب 900. تمام، لكن انت شايف انه المبلغ 800، فهو كيف بدي اسحب 900؟ حيضل بالسالب، فهو هذا الاشي ممنوع. تمام، فانت حتعملها تبرمجها، حتقول له سوري ذا بالانس 800 and you cannot withdraw more than this value, try again. اقول له انت ايش، المبلغ انت سحبته اكبر من الموجود. طيب هيقول له يس، اذا مثلا قال له بدي اسحب 600. تمام، هقول له successful انه ايش، تم سحب 600 دولار او 600 دولار من حساب سامي احمد، صار مبلغه $200 فقط. اذا بدك تضيف بدك تسحب كم مره، بتحط يس، اذا بدك تحط نو. طبعا هذا هو المشروع اللي احنا راح نعمله، بسيط جدا. طبعا يعتمد على المفاهيم اللي احنا شرحناها، اللي هي طبعا اي نظام انت راح تعمله حيكون فيه لوقات ديليت سيرش، حيكون مثلا والعمليات الثانيه اللي هي تعمل مثلا اي نظام بدك اياه، نظام تجاري، نظام بنك، نظام مستشفى، نظام مدرسه والى اخره. طبعا ان شاء الله راح نبدا في برمجه المشروع في الدروس القادمه،
وإن شاء الله يكون الشرح هيك عجبكم وبسيط جدا. طبعا أنا هدفي إنه أعطيكم وجهة عامة عن المشروع اللي هنعمله. طبعا هذه حتكون هي إيش، بنت أف جمال طباعة، يعني مش حاجة بتخوف. هيك مننهي درسنا ونشوفكم في الدرس القادم، والسلام عليكم.